السلام عليكم. إذا تناولت الثوم مع العسل شاهد هذا الفيديو وتعرف على ماذا يفعل الثوم والعسل في جسمك وأنت لا تعلم. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. يمثل العسل والثوم خليطا غنيا بالفوائد الصحية، فكل منهما يحتوي على العديد من المكونات التي تقوم بعمل عدد من التأثيرات الصحية. فماذا سوف يحدث إذا خلطنا الثوم والعسل معا؟ ستحدث معجزة، سبحان الله. فهذا الخليط له مكانة خاصة لدى المسلمين نظرا لذكره في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى في فضل العسل: بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أما عن الثوم فهو من أقدم النباتات التي عرفتها البشرية على مر العصور، واستخدمه العرب والهنود والصينيون كنبات طبي. ويتميز الثوم بالرغم من رائحته النفاثة ففوائده كبيرة للجسم. والآن في هذا الفيديو سنقدم لكم ما هي فوائد الثوم والعسل. إذ ما خلطنا العسل والثوم فلهم فوائد كثيرة، ومنها تخفيض كوليسترول الدم تأثير مشترك من الثوم والعسل وضبطه عند معدله الطبيعي. ويعمل هذا الخليط على تخفيض ضغط الدم، ويمكن استعمال مزيج من العسل ومستخلصات الثوم طويلة العمر في علاج الجروح، إذ أثبتت الدراسات فاعلية العسل في مكافحة الجروح وكذلك الثوم في مكافحة العدوى، حيث وجدت في هذه الدراسات أن هذا الخليط يحارب الكثير من أنواع البكتيريا الهوائية واللاهوائية وكذلك الفيروسات والفطريات. فالثوم له تأثيرات مقاومة للكثير من الأمراض المعدية الناتجة عن العديد من أنواع البكتيريا الموجبة والسالبة، وهذا فضلا عن محاربته للطفيليات والفطريات ومقاومة السرطان. ويعتبر المعهد الوطني الأمريكي أن الثوم مع العسل من أهم المواد الغذائية التي تحتوي على المواد المحاربة للسرطان وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، نظرا لتأثير كل من العسل والثوم عليهما. وكما يمكن أن يكون للثوم دورا في محاربة الزكام خاصة عند خلطه بالعسل، ويوفر هذا الخليط نشاطا مضادا للأكسدة، ويخفض هذا الخليط أيضا مستوى السكري في الدم عند المصابين بداء السكري، ويخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، ويساعد العسل في تحسين وزن الجسم عند الأطفال وكذلك المصابين بسوء التغذية. وكما يمكن لخليط العسل والثوم في تحسين حالات الربو والكحة، ويساعد خليط العسل والثوم في علاج الدوخان والإرهاق وعلاج آلام الصدر. ويعتبر تناول الثوم والعسل بمقادير طبيعية آمنا غذائيا لمعظم الأشخاص، ولكن يمكن أن يتسبب تناول كميات كبيرة من العسل والثوم في بعض الأعراض الجانبية في الجهاز الهضمي، ولذلك ينصح بتناوله باعتدال وعدم الإسراف منه أو في أي طعام آخر لما له من آثار جانبية على الجهاز الهضمي. وفي النهاية نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وهذا كان كل ما لدينا اليوم، شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوا مع من تعرفون، ولا تنسى أن تضع إعجاب للفيديو واشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية.